صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم النهار الاثنين، ساعات ان شاء الله هلا رح تمرق بسرعه كرمال نرجع نتلاقى معكم بسهره العيد الخامس للام تي في الليله. ما تتخيلوا الجو هون كيف بالام تي في، قديش كل العالم عم بتحضر، قديش هالخليه عم تشتغل بطريقه كثير بروفيشنال. اذا بدكم كل واحد بيعرف شو بده يعمل، اي ساعه بده يعملها. كان الاجواء كمان بالثلاث ايام الماضيه اللي هي الايام اللي عم نحضر فيها للحفله كثير مميزه، لانه كلنا عم نكون مجموعين سوا باوقات نحن عم نشتغل لهدف واحد لشغله وحده. اكيد اليوم بتمنى عليكم تحضرونا كلنا، اكيد انا رح يكون عندي اطلاله صغيره مثل كل الزملاء تبعولي، كل واحد رح يكون عنده شغله بتخليكم تكونوا عم تحبوا الام تي في اكثر. اليوم مثل العادة بشتغل أنا كل نهار تنين ببداية الأسبوع على اللور بادي، بنشتغل على اللور اكستريميتيز تبعولنا، بنشتغل على العضلات بالقسم السفلي من الجسم، بنجرب قد ما فيها قد ما فينا نكمل هذا الموضوع خلال الأسبوع تبعنا. بتعرفوا عم نجرب قد ما فينا يكون عنا دايفرسيتي، ولما أحكي أنا دايفرسيتي بحكي عن التنوع يلي ممكن نقدم لكم إياه كرمال يقدر يكون البروجرام تبعكم مكمل بعضه. يعني أنا بتمنى عليكم مش بس تحضروا نهار واحد أو تحضروا نهارين، تحضروا من التنين لنهار السبت، لأنه كل نهار عم بيحمل معه شيء معين لازم تشتغلوا عليه كرمال تحسنوا حالكم. لكن لور بادي ترينينج خلينا نروح على الصور إذا صاروا حاضرين. رح أحكي اليوم كمان عن البلايومتريكس، لأنه اليوم بما أنه عم نشتغل لور بادي نحن، رح أحكي شوي عن عامل الجامبينج والإكسبلوزيف ترينينج لما نكون عم نحكي، لأنه عامل كتير مهم وممكن يؤدي لإصابات إذا ما انعمل بطريقة كتير صحيحة. بنتقل للصورة اللي بعدها كمان، هون عم نحكي عن لانجز، اكسبلوزيف لانجز. بدي اذكر بعد اذا في بعد صوره ثالثه بروح عليها. بنحكي هون عن العضلات بالقسم السفلي من الجسم، اكيد من الجلوتس، من الجروب هامسترينج، من الكوادريسابس، من الكافس، هدول كلهم عضلات بتتداخل مع بعضها مثل ما شايفينها بالالوان كرمال تقدم الوظائف الحركيه، مش بس الحركات الرياضيه، الوظائف اللي بنعوزها نحن كل يوم بحياتنا اليوميه هالعضلات بتامن لنا اياهم. بنتقل كمان اذا بعد في صوره، هون عم نحكي عن بوكس تريننج. اليوم مش حنكون عم نعمل هذا الاكسرسايز، ولكن انا عم جرب فرجيكم قد ما فينا لتشوفوا اكسبلوزيف تريننج والفلاينج قديش ممكن يكون مهم. لكن ليتس ستارت، منبلش اول شيء بالبادي ويت تبعنا. البادي ويت تبعنا هو اهم وزن ممكن نستعمله لنأدي حركات. الحركات يلي ممكن تعملوها وقت تكونوا عم تعملوا لور بادي تريننج ما فيكم تبعدوا عن السكواتس وعن اللانجز. خلينا نبلش سايد ويز، نحكي بوستشر، كيف ما خلي الركب يقطعوا اصابع الاجرين كرمال ما يكون في ستريس على الاي سي ال تبعنا او على الرباط الصليبي لما انزل لتحت، كيف المعده تكون مرجع على ورا هي والفاس، كيف يكون في الاينمنت بالسباين تبعنا كرمال ما ناذي حالنا. 10 مرات انا وياكم، معدي مشدوده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. بكثير من الاكسرسايزز يلي بنعملهم خاصة بالكارديو كونديشنينج نهار السبت بتشوفوا جامبينج تكنيكس. اليوم الجامبينج تكنيكس والاكسرسايز اللي بنقول لهم بلايومتريكس هن بيساعدونا كثير نحسن الباور تبع العضلة تبعيتنا ونحسن البرفورمنس تبعيتنا لحيالله حركة ممكن نعملها أو لحيالله وظيفة حركية بنكون عم نأديها بالنهار. ولكن في مخاطر كثير، يعني أكثر مخاطر بتنطبق من هالاكسرسايزز هو كيفية اللاندنج على الأرض. رح فرجيكم هلا حركة يلي عملتها، رح زيد عليها فيتشر البلايومتريكس الاكسبلوزيف اكسرسايز لتشوفوا اللاندنج تبعنا كيف لازم يكون. خليني بلش من هون، حركة بتشوفوها دائما اللي هي تقريبا للجامب. رح اعمل جامب لفوق بلا ما اعلي ايدي لفرجيكم بس لما اعمل لاندنج على الارض كيف لازم يكون في ابسوربشن. في تكنيك اسمها توز بول هيل، يعني بينزلوا الاصابع تبعوا الاجرين قبل، بعدين بطن الاجر وبعدين كعب الاجر، مش بالعكس، ما بنعمل لاندنج على كعب اجرنا. بتشوفوا مش هيك، لما اعمل جامبينج اجري من تحت من الكاحل تنزل لتحت بهالطريقه ما بتضلها جالسه. 10 مرات من هون، 1 2 3 4 5 6 7، معدي مشدود، 8 9 and 10. بيرفكت، هيدي اللاندنج اللي عم بحكي عنها. لانه إذا بكون عم بعمل لاندنج بغير طريقة وبكون عم بنزل كتير لتحت، أكيد الستريس والبريشر على كل المنظومة تبعت جسمي عم بتكون منا صحيحة. خليني انتقل للستاب
خليني اعمل ستيب اب فيكم. قديش تكون عالي الستيب بتحدد قديش الحركه رح تكون صعبه. من هون واحد اثنين، معدي مشدوده دائما، ثلاثه اربعه، الاجر كله على الستيب، خمسه، لانه كمان بتطلع لفوق، ما لازم تكون ركبتي عم تقطع اصابع الاجرين، نحن عم نعمل ستيب اب لفوق، مشان هيك لازم حافظ على هذا الليميت. خمسه كمان، معدي مشدوده، one more، اوكي سويتش، let's go. دائما معدي مشدوده، 3 4 5 6، بنزل على مهلي، 7 8 9 and 10 and 10، perfect. حركة تانية، برجع على explosive exercise plyometrics. خليني استعمل الكونز، يعني في بكل بساطة كون عم بشتغل على الانتنسيتي. كيف يعني بعمل انتنسيتي؟ في اعمل حركة بهالطريقة، step 2 squat up step back step back، معدتي مشدودة، او في اعمل حركة بهالطريقة، بعلي البار، بعلي التشالنج، بعلي الانتنسيتي، jumping movement forward jumping movement، step لورا 2 step لورا 3 step لورا، ياخد نفس دايما، 4 step لورا good landing، 5 كمان switch، 3 more to go، 2 more to go، 1 more perfect. لكن نحن بنحدد بنحط عدة عوامل على التمرين تبعنا. عم بحكي range of motion، مثل ما بقول كل نهار سبت، يعني في انزل بالحركة للآخر أو في انزل شوي صغيرة. إذا بحس حالي أنا جسمي منه بعد قادر يأدي الحركات، على فكرة لما نحكي بلايومتركس نحن عم نحكي صرنا ادفانس تريننج، ما في بيجنر مش عامل بحياته رياضة يبلش ببلايومتركس اكسبلوزيف اكسرسايزز، هيدي لازم تكون واضحة كتير. تاني عامل بحكي عنه هو السبيد، لما اكون ريدي انا في اعمل حركة بطريقة اسرع، لما اكون بيجنر او صار لي زمان موقف رياضة في اعملها على مهل، صارت هاف رينج اوف موشن وسبيد moderate او slow speed. برجع للبلايومتركس اللي هو العامل الثالث اللي لازم يأثر في اعمل حركة مثل ما فرجيتكم اياها بهالطريقة، وفي يزيد البلايومتركس عليها واعمل لاندنج بطريقة صحيحة، هون بكون عم بعمل explosive exercise. هدول الامور لازم تحطوهم هون وهون كرمال تحسنوا الطريقة يلي بتتمرنوا فيها، لانها شغلة كتير مهمة تقدروا تتمرنوا بطريقة صحيحة. خلينا نروح لغير exercise، walking lunges. فيكم تحملوا الاوزان يلي بدكم اياها، فيكم تعلوا بالاوزان لانه هلا في additional weight demonstration weight. خليني امشي لقدام بعيده دائما، ليش؟ لانه كل ما تتعلموا تعملوها بطريقه صحيحه كل ما التمرين تبعكم رح يكون الريزلت تبعه احسن واسرع، ورح يكون عندكم بعد عن الاصابه. دائما بلش من static posture static position، برجع كتافي لورا، بشد المعده، لما اعمل step forward بعرف يكون عندي ستابلتي بالأبر بادي تبعي. كيف باخد ستابلتي بالأبر بادي تبعي؟ من خلال عضلات المعدة وعضلات الكور تبعولي اللي بيأمنوا لي البروتكشن للسباين تبعيتي. سويتش كمان، وان مور، بنتقل سويتش، وان مور، رح اعملها بعد مرة، let's do it. جسمي جالس، one more switch كمان، last time let's last walking، معدي مشدودة، perfect. وزن على جنب، عدوا الطرق لنمرن الكافز تبعولنا
ولكن هون عندنا شويه ليميتيشن، ممكن نعمل حركات بطريقه ليميتد، ولكن بنضلنا فينا نشتغل على الكافز تبعونا اليوم لعل شوي على الستاب. عاده بعملها بلا ستاب من هون، بحمل ويت بايدي اليمين وبرجع بنقلها بعد 10 ريبيتيشنز لايدي الشمال. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه جسم جالس، تسعه عشرة سويتش بغير تقل كمان لهون، واحد معدة مشدودة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. بيرفكت. من هون بعمل ستريتشنج على الخفيف، اي ستريتش وتقول على الخفيف، بحكي انا ما لازم اكون كثير اجريسيف انا وعم بعمل ستريتشنج للعضلات تبعولي. سلولي از ذا سيفست واي، بشتغل على مهله. مع انه اليوم لما اكون عم بشتغل على بلايومتريك اكزرسايزز هن ليش صعبين؟ لانه بتعطيني مجال انه اعمل حركه بطريقه سريعه، سو العضلات عم تعمل رياكشن على الحركه بالانتنسيتي اللي عم بعطيها بطريقه كمان سريعه. مشان هيك اليوم الناس اللي منهم حاضرين يقدوا هدول الحركات رح يكون عندهم خطر للاصابه، ولكن الناس الحاضرين خاصه اذا بتلاحظوا البلايومتركس اللي بنعملهم دائما اذا كان للابر بودي ولا للور بودي هن ميمك لعاده العالم بالرياضات شو بيعملوا. يعني لما نشوف حدا بالفولي بول عم بنط لياخذ كبسه تبعيته ويرجع يعمل لاندنج، هيدول الحركات تبعوا البلايومتركس بيحاكوا هدول الاكزرسايزز. مشان هيك لما احكي سبورتس بيرفورمانس، رياضيين الاثليتس اللي بيشتغلوا او الاولمبيانز اللي بيشتغلوا بهالطريقه بكونوا عم بيحسنوا كثير البرفورمانس. صدقوني في كثير بنفيتس للبلايومتريك تريننج، ولكن لازم يكون مدروس بطريقه صحيحه. خليني انتقل للفتنس بول بين الاجرين من هون. I am going to squeeze معدتي مشدوده من هون، واحد اثنين معدتي مشدودة، ثلاثة كمان، أربعة خمسة ستة سبعة دائما المعدة مشدودة، ثمانية تسعة عشرة. I go for 10 more. 1 2 3 4 5 more to go. 6 7 8, 2 more, 9 and 10, 1 more to go. Excellent. يعني لكل اليوم قعدوا وتفرجوا وما عملوا الحركات معنا، it's a big loss لكم لأنه عم نشتغل بطريقة كتير منيحة. للناس يلي هلأ عم بيشتغلوا معي 2 thumbs up. Fine tuning is very important. لما أكون عم بشتغل على مهلي على جسم كتير مهم، مثل ما بنعمل مرتين بالجمعة، مرة بنعمل cardiovascular cardio kickboxing، مرة بنعمل cardio conditioning explosive movements. دائما اكيد بنكون عم نشتغل على هاي انتنسيتي. كثير منيح كمان انتم مش بس تكونوا بعالم الموسيقى او بعالم الانرجي، بكثير محلات هالانرجي اللي بنعطيها لازم تكون ثرو فاين تيونينج. لازم تسمعوا دائما لجسمكم شو بده، لازم دائما تعرفوا شو نقاط الضعف اللي بدكم اياها وتشتغلوا عليها على مهل، مثل ما بنعمل نحن تنين ثلاثه الاربعه، واكيد الايام اللي ما فيها والجمعه الايام اللي ما فيها شغل على الميوزك، او مش بس على الميوزك بقصد انا شغل يكون هاي. من هون لكان ستاتيك ستيشنري لونج، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، شوي شوي لفوق. اي سويتش، بثبت اجري هون لقدام، بنزل لتحت، بثبت هون وببلش عد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، شوي شوي لفوق. بياخذ نفس عميق، رح أدي آخر حركة، رح تكون على الأرض بسوبين بوزيشن، رح استعمل دمبل حطه على أسفل المعدة
اب لفوق جو داون رح زيد عليها لما اطلع بسكر اجري بفتح وبنزل 2 3 هاي بتكون اخر حركه لليوم. صدقوني انا كثير محمس لليله، الجو رح يكون كثير حلو وهذا الجو يلي نحن رح يكون كثير حلو عنا رح نتشاركه معكم على الهواء. I go for 5 more. 1 2 3 and 4. 1 more 5. Perfect. Dumbbell على جنب. Slowly up. لكن مثل ما قلت ترونا اليوم بالليل لأنه رح يكون أجواء كتير حلوة. أنا بدي أطلب منكم تحطوا إيمان بحالكم، تتمرنوا كل يوم معكم من التنين للسبت 6 chances per week. عم نعطيكم إياها، عم نعطيكم 6 مرات تقدروا تحكوا مع بعض، تحكوا مع حالكم، تاخذوا الديسيجن وتجربوا تبنوا كوميونيتي حواليكم، بتبلش بعائلتكم بأصحابكم. قديش ممكن التدريب الرياضي يكون له تأثير على نفسيتنا وعلى حياتنا وعلى اللايف ستايل تبعنا. تذكروا دائما يلي بيعيش حياة رياضية وصحية أفضل 100 مرة من حدا ما بيعيش هالحياة، لأنه الكواليتي أوف لايف تبعيته بتكون أفضل بكثير. Until tonight, you know what to do. Get fit, stay fit.